بما اني عم بدرب حالي اني اشوف الوجه الحلو في اي موقف بيصير معاي. طبعا اذا بدك تشوف الوجه الحلو معناتك انت في موقف سلبي بده يكون او موقف مش كتير انت حابه. فعم بدرب حالي انه بهاي المواقف السلبية انه كيف اشوف الوجه الثاني لإلها، لانه يعني كل شيء في الحياة له وجهين، في السلبي في له بالمقابل وجه إيجابي، وحسب درجة قديش سلبي. يعني إذا مثلاً درجة السلبية اللي فيه عالية بالمقابل مساوي له بالمقدار ومعاكس له في الاتجاه، بده يكون الإيجابية فيه كتير عالية. فالفكرة بدي أوصلها إنه في ظل الظروف هلأ الأحداث اللي عم بتصير، طبعاً هي أحداث سلبية، بس إحنا يعني إذا أنت عايش في وطنك، عايش في أمان وعايش في سلام وفي فوق راسك حيط يسندك ويحميك وبتاكل وبتشرب، هذا بخلينا إنه نحس بالنعم أكتر اللي إحنا فيها. يعني كل هاي الشغلات يمكن تعودنا عليها، ولما شفنا إخواننا شو عم بيصير معاهم يعني أكيد أكيد إن أنت حسيت إنه قديش هذا الإشي، إنه قديش إحنا في نعمة. فاللي بدي أطلبه منكم إنه ما ترفض النعمة هاي وما تحس حالك إنه كتير عليك، فاهم علي؟ يعني ربنا أنعم عليك هاي النعمة، هلأ أنت في أمن وفي أمان وفي سلام. واجب كل واحد فينا إنه نشكر الله على هذه النعم. وكيف بشكر الله على هذه النعم؟ يعني بدي كمان إنه نضل ندعي، إنه أنا بدعي كل يوم وكل واحد عم بسمعني يا ريت ادعي لبلدك إنه الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلام والعزة، يكون الواحد عايش عزيز مش مذلول. ادعي يومياً هذا الدعاء، دائماً ادعي وأشكر، أشكر ربنا على هاي النعمة اللي أنت عايش فيها هلأ. كيف تشكر؟ إذا بدك سلام أنشر السلام في بلدك، ما تسوي فتنة. إذا بدك عزة أنصر أخوك مثلاً، عندك واحد من زمايلك، واحد بتعرفه صديق لإلك مثلاً واقع في مشكلة، أنصره ووقف معاه، ربنا بزيدك عزة وبزيدك نصرة. بدك أمان في البلد، أنشر الأمان في البلد، أنشر الأمن، ربنا بصير يزيدك أكتر وأكتر من كل إشي أنت بتنفق منه، لأنه لإن شكرتم لا يزيدنكم، هذا وعد من ربنا. فكل ما أنت شكرته بالعمل راح يعطيك أزيد وأزيد وأزيد. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلام والعزة والنصرة، والله ينصر إخواننا ويلهمهم سبل السلام والعزة والنصرة. قولوا آمين.